اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده. حلقتنا النهارده من لاليجا، الدوري الاسباني. الدوري الاسباني الموسم دوت مشتعل ومختلف عن السنوات السابقه لعده اسباب، اهمها واولها هو ان الصراع السنه دي صراع ثلاثي ما بين اتلتيكو مدريد اللي في الصداره ب 73 نقطه، ريال مدريد صاحب اللقب الموسم الاخير ب 70 نقطه، وبرشلونه اللي في المركز الثالث ب 68 نقطه. بعكس السنوات السابقه اللي كان الصراع فيها ما بين قطبي اسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، رغم التخبط الرهيب الإداري في برشلونة والتخبط في النتائج في بداية الموسم ومع منتصف الموسم، إلا أن الفريق رجع وعاد مع كومان وقدر أنه هو يجمع 68 نقطة كأقوى خط هجوم في البطولة، أحرز 74 هدف. عن الناحية الثانية أتلتيكو مدريد اللي بدأ الموسم طحن أكل الأخضر واليابس في كل أسبانيا لغاية مرحلة الإقصائيات في دوري أبطال أوروبا، بدأ يفقد النقط قبل لقاء تشيلسي بالتحديد وبعده، إلا أنه في آخر ماتشين قدر يرجع مرة تانية ويقتنص 6 نقط عشان يأمن مركزه في الوقت الحالي في صدارة جدول الترتيب ب 73 نقطة ومتبقي له 6 لقاءات. يمكن ريال مدريد هو اللي محظوظ شوية في بطولة الدوري السنة دي لسببين. السبب الأول لمركزه الجيد ومجموع النقط الجيد اللي مخليه لغاية دلوقتي منافس قوي لللقب، والسبب الثاني هو مبني على السبب الأول. رغم النتائج الجيدة والأرقام اللي محققها ريال مدريد الموسم دوت، إلا أنه في مركز جيد بالمقارنة مع السكواد اللي معاه والإصابات اللي بتضرب الفريق في أوقات حرجة من الموسم. أهم الإصابات دي راموس على مستوى خط الدفاع وكريم بنزيما في فترة من الفترات، وأهمهم هو الصفقة الجديدة اللي ما لحقتش تلعب ماتشين ثلاثة على بعض الموسم دوت، إيدن هازارد اللي هيرجع من الماتش الجاي. قبل ما نبدأ في تفاصيل الحلقة، يا ريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. دعمكم باللايك بيفرق كتير جدا في نشر المحتوى، فما تبخلوش علينا. سؤال الحلقة: مين هو بطل الليجا الموسم دوت؟ اكتبوا لنا توقعاتكم في الكومنتات. أتلتيكو مدريد قدامه 6 لقاءات، أتلتيكو مدريد في الصدارة ب 73 نقطة، هيروح يلعب بالباو اللي في المركز العاشر، وبعد كده هيروح يلعب إليتشي اللي في المركز ال 19، وبعد كده هيروح الكامبينو يلعب برشلونة اللي في المركز الثالث، مباراة قوية جدا وهتحسم بشكل كبير شكل الليجا في الثلاث أسابيع اللي جاية، وخصوصا إنه لقاء مع صاحب المركز الثالث. بعد كده هيرجع يلعب سوسيداد صاحب المركز الخامس، وبعد كده هيستقبل أوساسونا صاحب المركز التاسع، وهيروح يختم الدوري ضد بلد الوليد. الست لقاءات دول في الدور الأول أتلتيكو مدريد حصد منهم تقريبا 18 نقطة بدون خسارة، أحرز 13 هدف، دخل مرماه 3 أهداف بس، خرج بثلاثة كلين شيت. أتلتيكو مدريد مش بس كده، أتلتيكو مدريد هو أقوى خط دفاع في الدوري، وأضمن لكم لو استمر دفاع أتلتيكو مدريد بنفس الشكل ونفس الطريقة ونفس الأرقام، أضمن بنسبة 80-90% أن أتلتيكو مدريد هو بطل الدوري الأسباني. لكن ما ننساش خالص أنه هو في صراع دلوقتي مع ريال مدريد اللي قريب ممكن تكتمل صفوفه، وخصوصا أن إيدن هازارد هيبقى موجود في لقاء بيتيس اللي جاي اللي هيتلعب على دي ستيفانو، على ملعب دي ستيفانو، وبيتيس في المركز السادس، ومن ثم يستقبل أوساسونا صاحب المركز التاسع اللي تعادل معاه في الدور الأول بدون أهداف، ومن ثم هيجيله بقى وحش من وحوش الليجا الموسم دوت إشبيليا اللي عامل نتائج رائعة مع الثلاثي اللي في المقدمة اللي في المركز الرابع. يمكن لقاء الدور الأول انتهى لصالح ريال مدريد 1-0، لكن سيفيليا لا يؤتمن مع لوبيتيجي، وخصوصا ان لوبيتيجي كان مظلوم بنسبة كبيرة في شكل رحيله من ريال مدريد في وقت توليه الإدارة الفنية. بعد كده هيسافر يروح يلعب غرناطة صاحب المركز الثاني، ومن ثم يروح يقابل بلباو، وبلباو فريق باسقي عنيد، فريق طالما هو مش مهزوم فانت مش هتقدر تتقدم عليه بسهولة. شفنا دوت قصاد برشلونة في الكاس باستثناء الماتش اللي كان الأسبوع اللي فات في نهائي الكوبا ديلا ري، لكن بلباو منافس صعب رغم تواجده في المركز العاشر. بعد كده هيختم ريال مدريد الموسم بلقاء صعب جدا، لقاء على أرض ريال مدريد قصاد فياريال اللي في المركز السابع. لقاء الدور الأول انتهى 1-1، ريال مدريد من الست مطوشة دول قدر يقتنص تقريبا 12 نقطة، تعادل في لقاءين، قدر ان هو يحرز 10 أهداف، دخل مرمى 4 أهداف، 3 كلين شيت،
لكن ريال مدريد الموسم دوت بيعاني على المستوى الهجومي اكتر من المستوى الدفاعي بسبب الغيابات الكتيرة على مستوى خط الهجوم، واللي مفيش العنصر اللي يعوض الغيابات ديت. يعني على سبيل المثال غياب كريم بنزيما هداف الفريق ب21 هدف الموسم دوت، غاب فما لقاش اللي يعوضه. وطبعا بالإضافة لغياب إيدن هازارد عن أغلب لقاءات الموسم. نروح لبرشلونة صاحب المركز الثالث وأقوى خط هجوم في البطولة 74 هدف، واللي عنده ميسي يمشي على المية، اللي عنده ميسي يعمل أي حاجة في الكورة، وممكن تتوقع أن برشلونة يعمل أي حاجة، وخصوصا مع التخبط الإداري الرهيب في بداية الموسم، وتوقع أغلب المحللين أن كومان مش هيستمر في ظل الوضع العام في برشلونة من سوء نتائج، من فقدان للنقط، من التخبط الإداري الرهيب، من الصحافة والإعلام اللي خرجت تتكلم أن تشافي هو البديل المحتمل لكومان اللي مش هيكمل الموسم. لكن الراجل في ظل كل الأوضاع والصعوبات اللي بتقابل برشلونة قدر يستمر، قدر ينافس، قدر يتواجد في المركز الثالث بفرق 5 نقط كاملة عن صاحب المركز الأول أتلتيكو مدريد، اللي عنده ماتش معاه بعد 4 أسابيع من دلوقتي. ومش بس كده، ده هو قدر يخلق توليفة ما بين اللعيبة الشباب واللعيبة الخبرة في برشلونة بمساعدات ومساهمة كابتن الفريق ليونيل ميسي. ليونيل ميسي وصل للهدف 25 الموسم دوت، وفي مثل مصري بيقول لك صعب توصل، سهل توصل للقمة، لكن صعب انك تحافظ على مستواك في القمة. ميسي للموسم ال 12 على التوالي يحرز 25 هدف، وفي الطريق انه يحرز بلس 25 هدف للموسم ال 12 على التوالي. برشلونة بعكس الفرقتين اللي في الصدارة، أتلتيكو مدريد 73 ريال مدريد 70 برشلونة 68، لكن برشلونة يسبقهم بماتش لأنه فاضل له 7 ماتشات بعكس أتلتيكو مدريد وريال مدريد اللي بقى لهم 6 مطوشة، ودوت ممكن يديله أريحية شوية إن هو ممكن يتقدم عليهم في عدد النقط. لكن ما ننساش إن برشلونة عنده ماتش صعب جدا قصاد أتلتيكو مدريد. برشلونة هيطير على ملعب لاس راميكا عشان يلعب ماتش مهم جدا مع فياريال صاحب المركز السابع. فياريال منافس عنيد جدا، ما يغركمش ابدا ان برشلونة اكتسحوا في بداية الموسم 4-0. كل الامور واردة في 6-7 مطوشة المتبقية للثلاثي الاسباني في الليغا. بعد كده هيستقبل غرناطة على الكامب نو صاحب المركز الثاني، واللي غلبوا 4-0 في لقاء الدور الاول. وبعد كده هيطير لملعب الخفافيش فالنسيا. فالنسيا متراجع الموسم دوت المركز ال 14، لكن برغم من كده قدر ان هو يقتنص تعادل على ملعب الكامب نو في الدور الاول 2-2 من برشلونة، رغم انه في المركز ال 14. وفي حاجة غريبة في برشلونة الموسم دوت، ان هو نزف نقاط كتير جدا ضد الفرق في مؤخرة الترتيب. على سبيل المثال تعادل مع إبار اللي هبط رسميا مثلا صاحب المركز العشرين، تعادل معه 1-1، هنلاقيه مثلا خسر من أتلتيكو ماشي، تعادل مع فالنسيا صاحب المركز ال 14 واللي بيمر بمرحلة إحلال وتجديد بعد خروج أغلب عناصره في بداية الموسم. بعد كده بقى لقاء القمة اللي هيحدد بنسبة كبيرة شكل المنافسة، وهل برشلونة هيقدر يستمر في المنافسة ولا هيخرج من الصراع، لأنه هيواجه أتلتيكو مدريد، وأتلتيكو مدريد لقاء صعب جدا، وخصوصا أنه هو خسران من أتلتيكو مدريد في الدور الأول 1-0. بعد كده هيطير يروح يلعب ليفينتي صاحب المركز ال 12، ومن ثم يرجع مرة تانية للكامب نو عشان يلعب سالتا فيجو صاحب المركز ال 11، وأخيرا يختم الجولة أو الدوري مع إبار صاحب المركز العشرين في ملعب إبار. برشلونة في ال7 لقاءات دول في الدور الأول أحرز 15 أهداف، دخل مرمى 3 أهداف، 4 كلين شيت، لكنه خسر لقاء مع أتلتيكو مدريد، وتعادل لقائين مع فالنسيا صاحب المركز ال14 وإبار صاحب المركز العشرين. مشكلة إن ال3 فرق دلوقتي قريبين في النقط حاجة واحدة، إن أقل فريق هيخرج بره وهيتحرك كتير وجدوله سهل هو ريال مدريد. لكن لو جينا نشوفه على برشلونة، برشلونة هيطير لفياريال هيرجع الكامب نو غرناطة، هيطير لفالنسا هيرجع الكامب نو أتلتيكو مدريد، هيطير لليفنتي هيرجع لسالتا فيجو، ومن ثم يطير مرة تانية لإبار، فبيتحرك كتير، ودوت هيأثر مع زحمة اللقاءات في نهاية الموسم والهبوط البدني للفريق. فأعتقد أن أعرف فرقتين أن هم يحققوا اللقب أتلتيكو مدريد و
وريال مدريد، انا اتمنى اللقب يروح ريال مدريد. دوت كان توقعاتي والفرق اللي هيقابلوها الثلاث فرق في الفتره الجايه. احب اشوف توقعاتكم في الكومنتات. واستلا فيستا.